بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعم فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو دواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الخطير الذي جاء في الترهيب من الرياء. الرياء وأصلها من الرؤية، والرياء المقصد منه أن الإنسان يحب أن يراه الناس على صورة من الصور. هنا الرياء الممنوع منه أنه يرجو الناس بعبادته لله عز وجل، يتعبد لله وينتظر الثناء من الناس، ينتظر المدح من الناس، ينتظر أن يرى بين الناس، أن يكون له قدر، أن يكون له شأن. نسأل الله العفو والعافية. الرياء ما من إنسان إلا ويبتلى بذلك قل أو كثرة. فلذلك ينبغي المؤمن أن يراجع، ينبغي عليه أن يراجع نفسه دائما، وأنه يخاف على نفسه من الرياء، ويعمل العمل يرجو به الناس. لا، الله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه. فإذا عملت العمل احذر أن تطلب فيه غير الله سبحانه، اطلب بعملك الله وحده لا شريك له. إن تعلمت العلم اطلب به وجه الله، إن حفظت القرآن اطلب به وجه الله، إذا أنفقت متصدقا اطلب وجه الله، إذا عملت من أعمال الجهاد في سبيل الله اطلب بذلك وجه الله. وإلا في هذا الحديث فيه هذا الأمر الخطير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويذكر الراوي عنه واسمه شفي الأصبحي، قال: إنه دخل على أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإذا هو رجل قد اجتمع عليه الناس، يعني لما جاء في المدينة فهو كأنه غريب عن المدينة، فجاء للمدينة وجد رجلا اجتمع عليه أهل المدينة يسمعون منه. من هذا الرجل؟ سأل، قالوا: أبو هريرة. هذا أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. ومن أحفظ هذه الأمة كان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فلما سكت وخلا قال له شفي الأصبحي:
أسألك بحقي وبحقه، يعني يقول بحق الله وكذا يسأله، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما فيش حد حدثك، أنت بنفسك يا أبا هريرة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت هذا الحديث، حدثني بحديث هذا. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. هذا الحديث أنا تعقلت فيه وعرفت هذا الحديث وفهمته، أحدثك بهذا الحديث. ثم نشغ أبو هريرة نشغ، فمكثنا قليلا ثم أفاق. إن أبا هريرة لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كيف كان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه حزن شديد على أنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فشهأ وأغمي عليه رضي الله عنه، شدة شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرمانه ما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتعلمه وحق له رضي الله تبارك وتعالى. ثم لما أفاق قال له: لا أحدثنك حديثا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت هذا الحديث، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في أو في هذا البيت ليس معنا أحد، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة أخرى ثم أفاق، ومرة ثالثة قال نشغ نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، وقع على وجهه، ما بيمثلش ما بيبكيش كده يوري، لا ده هو غصب عنه زيك وقع. في ثالث مرة أبو هريرة وقع من شدة بكائه وتحسره على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأسنته طويلة ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، الله كما يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي ربنا لفصل القضاء بين العباد كما يشاء، ينزل كما يشاء، وكل أمة جاثية. والجثو البروك على الركب، إنسان قاعد على ركابه على الأرض، هيئة الإنسان اللي مفزوع قاعد إيديه على الأرض وركابه على الأرض مش عارف يعمل إيه. يقول: فأول من يدعى به، أول من يدعى به للحساب وللجزاء، رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، أول من يحاسبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ إنها نعمة، إنها منة من الله سبحانه أن يعلم الإنسان وأن يحفظه، لا تنسى هذه النعمة، نعمة عظيمة، علمك الله سبحانه وحفظك الله، اعمل بمقتضى ذلك. قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما علمت؟ حفظت القرآن، يا ترى عملت فيه إيه؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، كنت أقوم به، كأن هذا الإنسان حفظ القرآن وتعلم العلم، فكان يقوم به يصلي بالناس ويصلي لنفسه وآناء الليل وآناء النهار، كويس. فيقول الله عز وجل: كذبت، كذبت، سبحان الله، سبحان الله. هذا شيء خطير جدا جدا، أن الإنسان يعمل العمل ويجي يوم القيامة العمل ضاع، العمل ضاع، لما يقول أنا فعلت هذا الشيء هو فعل فعلا، ولكن لما لم يكن لله قيل له: كذبت، كذبت. يقول الله عز وجل ذلك، وتقول الملائكة: كذبت. يقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ. يبقى هذا همك، همك الناس يقولوا فلان حافظ القرآن، فلان صوته حلو بالقرآن، فلان بيصلي بنا بالقرآن، هذا همك أن يقول الناس: يا هذا يصلي وهذا يصلي، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله الذي يطلع على خفايا الصدور، ولا حيسأل الإنسان يوم القيامة.
لذلك العبد لا بد وأن يتذكر ذلك، أن تعمل تبتغي وجه الله حين تقرأ، حين تحسن صوتك، حين تجول وترتل، لا تبتغي إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، احذر أن تبتغي الناس بذلك. قال: ويؤتى بصاحب المال، وهذا الثاني، الرجل الذي وسع الله عز وجل عليه في الرزق. والسؤال الآن لهذا: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ اديتك مال، خليتك مش محتاج لحد خالص؟ فيقول: بلى يا رب، فعلا ما كنتش محتاج لأحد في الدنيا. فماذا عملت فيما آتيتك؟ اديتك المال الكثير، عملت ايه في هذا المال الكثير؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول له الله تبارك وتعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ألا هو ما كانش بيتصدق، كان بيصل الرحم وكان بيتصدق، ولكن لم يكن لله، لم يكن ذلك لله، كان للناس حتى يقال. فلما كان الأمر كذلك ضاع الذي أنفقه، والحساب الآن كأنه لم يعمل شيئا، لم يعمل شيئا. يقول الله تبارك وتعالى: أردت أن يقال فلان جواد، هو ده طلبك، أن الناس يقولون عنك كريم، فلان رجل كريم، فلان رجل متصدق، فلان كذا، أما ابتغاء وجه الله لا، ما كانش على بالك. وقد قيل ذلك. الثالث: رجل قتل في سبيل الله، يعني الأول وقت ضيعه في حفظ القرآن وضاع منه يوم القيامة، الثاني ماله ضيعه على الناس وضاع منه يوم القيامة، الثالث عمره، حياته، روحه ضيعها، فإذا به يسأله الله عز وجل فيقول: في ماذا قتلت؟ قتلت في إيه؟ فيقول: أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلي فقاتلت حتى قتلت. فيقول له الله تبارك وتعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، يعني الحكاية كلها أن أنت عايز تظهر الشجاعة، يتقال عنك فلان جريء، لكن أمر جهاد في سبيل الله لا، ما فيش هذا الشيء. قال: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا شيء صعب جدا، هذا شيء صعب جدا. لابد الإنسان المؤمن أن يراجع نفسه، العمل الذي يعمله، بيعمله لابتغاء الدنيا تضيع، حسن النية، خلي العمل ابتغاء وجه الله. وقد يخالطك الشيطان ويوسوس لك في أثناء العمل، اطرد الشيطان بسرعة. ما من إنسان إلا ويأتيه الشيطان يحاول يأخذ منه حال. فإذا كان الإنسان المؤمن زكيا فطنا طرد الشيطان وتعوذ بالله سبحانه وأصلح نيته ووجه عمله لله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا ضحك عليه الشيطان وخدعه فضل يسحب، يسحب منه، متوجه بعمل هذا للشيطان ليس لله، متوجه بعمله رياء وسمعة، يطلب أن يقال عنه من الناس فلان كذا وفلان كذا. يبقى يحذر الإنسان المؤمن من الرياء. وهذا حديث آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه، رواه أحمد في مسنده وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسماء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيمكن لهذه الأمة، ومكن لها بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم متمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله عز وجل عليهم وأعطاهم من الدنيا، ففتحوا مشارق الأرض وصلوا إلى الصين، ومغارب الأرض وصلوا إلى أسبانيا وفرنسا، فتحوا الدنيا. فإذا بالله سبحانه يحقق وعده للنبي صلى الله عليه وسلم، حق وعده للمؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض، إلى آخر ما ذكر هنا، التمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، من عمل عمل الآخرة، العمل الذي تبتغي به وجه الله، الذي لا يكون إلا للآخرة، إذا عملت طلبت به الدنيا ضعت، لم يكن له في الآخرة من نصيب، لم يكن له في الآخرة من نصيب.
لذلك الإنسان المؤمن ما يقولش طيب النهاردة نظهر قدام الناس وبكرة حصلح نيتي، مش هتتصلح إلا أن تبدأ من الآن، لا تعطي الشيطان فرصة ونصيبا يأخذه منك أن عملك تبتغي به الشيطان أو تبتغي به وجوه الناس. يبقى التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن الله يمكن لهم ثم يحذرهم. إذا مكن لكم ما هو الأمر وقت الشدة وقت الأزمات الكل بيخلص لله، الكل بيخلص، لكن وقت التمكين وقت الانتصار يبتدي حظ النفس، كل واحد عايز حظ نفسه وعايز يظهر أمام الناس. فلذلك يقول لنا لما ربنا يمكن لكم حيظهر في الناس من يرائي، احذروا أن تطلبوا بأعمالكم الناس وتنسوا ربكم سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. الإنسان الذي يطلب العلو بذلك بأمور الدين التي لا تكون إلا لله سبحانه، فيطلب الظهور ويطلب أن الناس يعرفوه وأنه يسمعوا عنه ويشوفوه، هذا الذي يطلب ذلك يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه، كأنه يسمع هو عايز يمدح، فإذا به عند الناس لا ما يمدحوش، يبقى يسمعون عنه الشيء السيء، فلان هذا مرائي، فلان ده مصر يحلوش، فلان ده عمله كده شكله ما هوش لله سبحانه. سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وحقره الذي يطلب العلو والرفعة يطلبها عند الله وليس على الناس في الدنيا. الرياء يضيع صاحبه فاحذروا من الرياء. نسأل الله عز وجل أن يديرنا من الشيطان الرجيم ومن الرياء والسمعة. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.